ومع حماة الديار رح نبقى، حيث انطلقت يوم الأربعاء الماضي بمحافظة طرطوس وبمناسبة عيد الجيش ووفاء للشهداء والجرحى والمفقودين أيام مهرجان بيت كمونة الثقافي والرياضي، دعما وتأكيدا لانتصارات الجيش العربي السوري ووفاء للشهداء والجرحى. أنشطة ثقافية وفنية ورياضية عديدة تشهدها أيام المهرجان، وللحديث أكثر عن هذه الفعاليات معنا عبر الهاتف من طرطوس الإعلامية ريم عبد اللطيف، رئيسة اللجنة الإعلامية في مهرجان بيت كمونة الثقافي والرياضي لعام 2017. يسعد صباحك. صباحكم نور وصباحكم سوري دائما، كما عهدنا أن نكون سويا مع الإخبارية السورية. أهلا وسهلا، شكرا فيكي. لكم بداية خلينا نتعرف أكثر على أيام المهرجان اللي انطلقت يوم الأربعاء الماضي. أشكركم لهذا الاهتمام جدا، وهذا المهرجان هو مهرجان بيت كموني، طبعا هو سمي باسم القرية الذي تقام أو ليحصل فيها المهرجان، ولكن المهرجان ليس فقط في بيت كموني، هذا المهرجان هو وفاء من وتقديرا لتضحيات الجيش العربي السوري ودعما لانتصاراته ووفاء للشهداء والجرحى وللمفقودين أيضا. وبمناسبة المناسبة الأهم لهذا المهرجان هو الذكرى 72 لتأسيس الجيش العربي السوري، هذه المؤسسة الأسطورية. طبعا هذا المهرجان هو بالتعاون مع المؤسسة العربية للإعلان كان وفعاليات الأهلية والاقتصادية في بلدية بيت كموني. طبعا هو المهرجان كثير في أنشطة متنوعة، وكان بدأ باليوم الأول بفعاليات وأنشطته بحفل افتتاح المهرجان اللي كان في أهم أنشطته هو الحفل الكرنفالي اللي شاهدناه بتنوعه وتنوعه المختلف، شارك في كل أطياف المجتمع من الطلائع والشبيبة والدوري كرة القدم، ونحن عهدنا أن المهرجانات دائما ثقافية وفنية، ولكن مهرجاننا يتميز أنه رياضي. كان هناك كرنفالا للدوري كرة القدم، وأيضا شاركت الأمانة السورية للتنمية وفرق كثيرة في هذا المهرجان. الشيء اللي بتميز في هذا المهرجان هو أيضا تنوع المناطق، يعني هذا المهرجان يقام في عدة قرى تابعة لمنطقة بلدية بيت كموني، وكل قرية هي فيها فعالية خاصة. نحن كان عندنا أحد الفعاليات، الشيء الجديد شفناه كمان بهذا المهرجان هو الحفلات الزلزالية اللي شارك فيها كبار الشعراء، وهذا شيء علينا كان جديد بالمهرجان. يعني طبعا على هامش المهرجان تفضلي. يعني شيء جديد وحلو أنسريم طبعا، بس فيك تحطينا بصورة الإقبال، بصورة الأجواء، كيف كان الإقبال على المهرجان؟ كيف كان العدد؟ هيدا يعني شيء مهم رغم الظروف يلي عم نعيشها، تحطينا بهيدا الصورة؟ الحقيقة أنا بشهادتي مجروحة بكل الأهالي وكل الحضور الكرام الذين واكبوا وجاءوا أصدقاء ومحبي مهرجان بيت كموني. أنا كنت بتمنى أقدم لكم كل الصور لتشوفوا هذا الحضور، رغم بيت كموني هي منطقة بعيدة قليلا، يعني شيء 3 أو 4 كيلومتر عن طرطوس، ولكن كان حشود جائف إلينا من طرطوس ومن كل المناطق ومن خارج سوريا لمشاركتنا في هذا المهرجان. حتى الضيوف الذين شاركوا في الفعاليات السياسية والفنية والثقافية كانوا من خارج محافظة طرطوس ولبوا الدعوات بمحبة كبيرة جدا، نتشكرهم جميعا. كان عندنا محاضرة سياسية لمحبي السياسة، طبعا على نحن دائما بنقدم مستجدات بمهرجاننا لكل الاوضاع التي تتعلق بانتصارات الجيش العربي السوري، تقصدنا نحن نضوي على انتصارات الجيش العربي السوري لانه هو الهدف الاكبر لهذا المهرجان. وكان عندنا كمان فعاليات ثقافيه، هذا بالفعاليات اليوم الثالث، هو المهرجان من 2/8 بلش معنا وراح يكفي معنا لبكره اخر يوم 15/8 اخر يوم. الفعاليات الثقافية والفنية جدا متنوعة، كان عندنا يوم جدا مميز، يعني هو لكل محبي المهرجانات كان عندهم خيار يحضروا مسرحيات أو يحضروا الشعراء أو يحضروا معارض. عندنا معارض فنية متنوعة.
طبعا كان عندنا نحن موجودة دائما هذه المعارض الفنية والتصوير والفنون التشكيلية لكل محبي هذه الفنون، وعنا معارض أيضا للحرفيين، عنا المهن الحرفية اللي احنا دائما نتشوق نتفرج عليها ونشوفها. عنا كمان أهم ما حضر معنا بالمهرجان هو مشاركة مسرح طائر الفينيق. هذا الذي قدم أهم المسرحيات هي اللي اسمها تصبحون على وطن، قدمت هذا الصوت السوري الذي يبحث عنه كل شوي وفي كل مكان وفي كل زمان. قدموا أيضا شيء رمزي جميل ولكن بمعناه كبير جدا، قدموا هذا القرص الليزري لأسر الشهداء والمخطوفين والجرحى، يحمل توثيقا للشهداء والجرحى وتوفيقا لكل قناديل الوطن، كان هدية رمزية لهم. هناك أيضا أنا سامعتك تمام أوكي. في شيء اللي كمان تميز وأنا عم شوف إنه كل مهرجان ليس يعني حسنا منا، ولكن شهدنا شيء مميز فعلا، خصصنا يوم خاص للأطفال كي لا يكون للأطفال، رغم أنه شاركونا بأيام الماضية أكيد، ولكن خصصنا لهم يوم خاص لأنشطتهم الثقافية والفنية. يوم الطفل كان جدا مميز، هو كان بمشاركة الأمانة السورية للتنمية، وأهم شيء هو طلائع البعث لهذه المنظمة اللي نحن دائما بنحاول دائما نحافظ عليها لنحافظ على أطفالنا وعلى مستقبلنا. يعني اليوم في رسالة كتير مهمة رغم الظروف اللي عم تمر فيها بلدنا، رسالة ثقافية والفنية مستمرة والمهرجانات مستمرة رغم كل الظروف يلي عم نمر فيها. اليوم ما أهمية هالمهرجانات من ناحية ثقافية والفنية وخاصة كمان الرياضية عم نشوف فيها؟ هلا الشيء الرياضي نحن كنا حابين نوجه رساله انه الشيء الرياضي هو يعني نحن نتبع عباره نحن نرى او كلمه القائد الخالد اني ارى الرياضه حياه، ونحن راينا انه هناك في تهميش لكره القدم في سوريا او في منطقه محافظه طرطوس. كان معنا الفريق الوطني او المنتخب الوطني السوري السابق ضيفا في مهرجان طرطوس، مهرجان بيت تموني، وكان معنا هلا على هامش المهرجان يوميا نحن عندنا مباراه رح نشوف بكره مين رح يفوز، اكيد معنا مكثف معنا لاخر الشهر. بتعرفي عشاق كره القدم في سوريا وفي طرطوس خاصه كثير مهتمين، يعني الشباب جيل الشباب بيهتم بكره القدم تمام، والدليل امبارح يعني والتفاعل اللي كان مع الرياضه وكره القدم. انسى ريم بدك تحكي لنا بس شو تحضيراتكم القادمه، يعني جهودكم مشكوره واكيد في تحضيرات بعد نجاح هذا المهرجان، شو تحضيراتكم الجايه؟ هلا الشيء اللي نحن حبيناه وان شاء الله قدرنا نوصل صوت هو تطور وتقدم هذا المهرجان من العام الماضي ولهذا العام. هذا العام هو النسخه الثانيه للمهرجان بيت كموني، وعندنا اهم ما يميزه غدا رح نشوف تكريم لاكثر من 200 اسره شهيد وجريح ومفقود في هذا المهرجان. غدا رح نكون باجمل لقاء مع هذه العائلات الجباره في منطقة بيت كموني. طبعا نحن من شوية أنا ذكرت أنه المهرجان تم تنقله من بيعة دحباش إلى بيعة ثانية اللي اسمها العنابية، ورجعنا هلا على بيت كموني، يعني هذا المحيط الخاص. ولكن غدا إلى مكان المجلس البلدية رح يتم اللقاء مع هؤلاء، وعندنا هذا الحفل الختامي، وأهم ما يحصل فيه غدا هو قسم عهد الوفاء اللي علمنا وطلبوا منا وواجبنا الوطني اللي طلبوا فيه الرئيس بشار الأسد أننا سنبقى عهدا بوفائنا لقناديل الوطن وللجيش العربي السوري. نعم أكيد. فبكرة نحن عنا هذا اللقاء الجميل. كل التوفيق باللقاء المقبل وبكل النشاطات والمهرجانات اللي عم تقوموا فيها. شكرا كثير لوجودك معنا اليوم عبر الهاتف الأستاذة الإعلامية ريم عبد اللطيف رئيسة اللجنة الإعلامية بمهرجان بيت كمونة. شكرا لك. شكرا كثير لك. أنا بتذكركم دائما وفي كل عمل وفي كل إضاءة لكم على هذه الأعمال والمهرجانات الوطنية السورية التي تخلق لنا هذه الحالة الاجتماعية الثقافية السورية المميزة. أشكركم دائما باسمي وباسم إدارة مهرجان بيت كموني من طرطوس. شكرا كتير.